السلام عليكم عم اقدم شو صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عرض فيديو رد فعل على الجيش الاردني قبل فيديو عوده. اشتركوا في القناه نصف الى 1000 مشترك واضغط لايك نصف الى اكبر عن ما نقاط. والله نبدا الفيديو. بدينا الفيديو بدل هم خش الفيديو بالطائرات. بدانا الفيديو بالخيول، الخيول العربيه، الخيول، علم على القوة، على القوة، على الدفاع الجوي الأردني، ميشن العربي، بدأت القوة، اللانشات البحرية، الطائرات، التفاعلات، طائرات اللي بتنقل الناس وكده عشان نطلب باراشوتات، ورانا اهوت، ورانا بص انك تبدأ بقى تنط تدريبات وكده، انت تدريبات الصباح للطائرات الفرقاطات، القوات الخاصة، المدرعات. القوات التنشر السريع يعني بس نفس الجريمة الحقيقية للقوى السريعة هتروح على فوق دي حرس الحدود دي بيعملوا تمرينات سوبر القنبلة بيعملوا تمرين ازاي مثلا في اخوان يرجعوا داعش منزل يخش يحرروهم على طول ودي قوة من الجيش هما قوات الشرطة عشان الشرطة بتكون لابسة اسود ودي قوات الجيش لابسة الرافالو كده للطائرات الحربية اللي بيجهزوا الطيارة للإقلاع ضرب أهداف ضرب أهداف الأعداء زي أوقار حتى الباقي الإخوان الإرهابيين شوف القنابل تحتها تنلم كتير بقى بالطيارة وبيعمل ملاهمة قوات الخاصة هما بيحاربوا الاستعراضات وبتاع بيعمل السلاح بيعمل السلاح بيقود انتشار سريع أو بيضربوا أماكن بيضربوا أماكن بيجيبوا مراعات بيضربوا صاروخ ازاي دي تدريبات بيصرف الدفاع الجوي مدفعية في المدفعية على مثلا كده دي الانشاءات مدفعية طائرات طائرات بيورينا ازاي من جوه الدفاع بيحصل ايه دي المدفعية المدفعية بتخش ب 2 كيلو بتضرب قدام برضه المدفعية برضه جامدة خطيرة للطائرات بيعملوا ايه تدريبات كده تدريبات بالانشات انتشار سريع كده مع السنايبر ولا على الطيارة لبس لبس ملحمة لبس العشب كده والصحراء كده المدرعات وانهم بنعد الطائرات الطائرات عامل ازاي دي الناس بتنزل على الطيارات دي بقى يلبس السنايبر باعه ويبقى شو قال يلبسوا ايه حاجات فاسلحه وهاتهم عايزينها كده بيضربوا الليل طلعنا نكون الباع السماعات اهوت اهو دي برضه القوات الخاصة وقت تدريبات كده الجيش برضه الأردني جيش قوي برضه الجيش الطائرات الحربية جايين الإقلاع عشان هتيروا ولا هم جايين يورونا ازاي بعد ما يجوا يخلصوا شوية ايه حط النضارة عشان ايه بيروح طاير على طول حط النضارة عشان المحتوى الطيارة برضه الحربية بنسلم عليه عشان الإقلاع كده عشان برضه الطيارات دي برضه إيه فيها موت وكده بص نزول صواريخ دي ممكن إيه تدريبات برضه تدريبات الفرقاطات الفرقاطات الإنشاءات الحراسة الغواصات اسمه إيه جفاضة يعني بشرية دي بيبقوا إيه تحت المية وكده إيه السعدات دي ماسك السنايبر فوق دي ملك الأردن مالك وكده إما إحنا إيه في مصر عندنا إيه رئيس جمهورية كده ده رئيس عبد الفتاح السيسي ماسك الأر بي جي دي قوات برضه خاصة دي قوات تدريبات وكده استعداد عشان مثلا في كارثة في حرب في أي حاجة كده نكون مستعدين وجاهزين إيه في أي وقت مستعدين وجاهزين في أي وقت وقلت له إن عملت تدريبات إزاي التدريبات قاسية ازاي التدريبات دي القوة الأردنية الهاشمية المملكة الأردنية الهاشمية برضه استعدادات عشان استعدادات اللحمة اللحمة على البيت عشان أكون في واحد الملك الأردني قوات خاصة مدرعات يعمل مدهمات بين جبل الباقي عشان في أعداء كده في هربين عن جريمة ادخلوا في الاشتراك نص الى 1000 مشترك واضغط لايك نص الى اكبر عدد لايكات ومع السلامه.